مسيو بلاش، هادي وكالة إدارة ماشي مهلبة. سمحي لي يا أنسة أمال، سمحي لي أنا، أنهم متكاملين مع بعضهم. فمثلا نعطيك مثال وكوني معايا صريحة واضحة. مثلا المواطن ملي كيدخل الإدارة أو لا كيخرج من المحلبة، ما كاين هناك حتى شي فرق، فهمتيني؟ مسيو بلاش فريمون أنا ما يقدرش يفهم. أنت الله يخليك، باش ما ندخلوش في شي مناقشه بيزنطيه وما نخرجوش حتى في شي نتيجه. الا عندك شي ملفات للشكايات قدميهم ليا، انا مستعد لانني عندي ملفات جد معقده وملتويه. انا ما بقى عندي حتى شكوى، شكوى على مولانا. جال انسه امل؟ جي ريان دي، غدا يوم القيامه نتحاسبوا. هنا هنا هل الملفات المعقده الملتويه الانسه برقش الغزال، الانسه كعب غزال، انسه نسرين؟ جاوبيني جاوبيني. نعم المعلم بلاش. شوفي الا سول فيها شي حد انا ما كاينش. شوفي الا جاني شي تينيفول ما تجاوبينيش، ما تعيطيش ليا، فهمتيني؟ ولا عيط لك خالي؟ خالي محمد؟ وين يا المعلم؟ خالي المدير العام المركزي. فين هو؟ دوزيه ليا، احترامتي نعماس. نعم نعم. طيرتها مني خلعة. المهم، نركب دابا شي طويق، بيد ما يجيني الجوع. ونعالج هذا الملف المعقد الملتوي اللي هو محطوط امامي.